بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الطلاب الأكارم، طلاب الصف الرابع الابتدائي، في هذا الفصل الدراسي الثاني في مادة لغتي الجميلة، في موضوع درس جديد بعنوان الوحدة الثامنة، الدرس اللغوي المعطوف بالواو الفاء ثم. سنتعلم أيها الطلاب الأكارم في هذا الدرس أتعرف الاسم الواقع قبل حرف العطف والاسم بعده، أيضا أضع المعطوف في المكان المناسب لأكمل جملا مفيدة، أيضا أضبط آخر المعطوف ضبطا صحيحا. إذن درسنا بعنوان الدرس اللغوي المعطوف بالواو الفاء ثم. أيها الطالب الكريم، قبل البدء بالدرس أختار الإجابة الصحيحة من بين الكلمات التالية. أي من الكلمات التالية يعد حرفا؟ أي من الكلمات التالية يعد حرفا؟ لدي كلمة السماء، هل السماء تعد حرفا؟ أم الكلمة الثانية ثم، هل تعد حرفا؟ أم الكلمة الثالثة يكتب، هل تعد حرفا؟ إذن أي من الكلمات السماء ثم يكتب تعد حرفا؟ أي من هذه الكلمات يعد حرفا؟ هل تعرف أيها الطالب الكريم أي هذه الكلمات يعد حرفا؟ ها، هل تستطيع أن تجيب؟ أحسنت، ثم تعد حرفا. إذن كلمة ثم تعد حرفا، أحسنت. أيها الطالب الكريم، تعلمت أن من حروف العطف الواو الفاء ثم. إذن نحن سبق أن تعلمنا بأن من حروف العطف الواو والفاء وثم. أيضا ذكرنا وتعلمنا بأن الواو للمشاركة، الواو للمشاركة، مثاله دخل الطالب والمعلم، وهذا يعني بأن الطالب والمعلم كليهما اشتركا في الدخول، فكليهما دخل، مثلا دخل الفصل أو دخل المدرسة أو غيرها. إذن هنا الطالب والمعلم اشتركا في الدخول. من الحروف أيضا الفاء، وقلنا أنها للترتيب والتعقيب، السرعة، أي مع السرعة. مثاله دخل الطالب فالمعلم، بمعنى أن كليهما اشتركا في الدخول إلا أن دخولهما كان بالترتيب، فأولا دخل الطالب وبعده بسرعة دخل المعلم، ودخل المعلم، وفي هذا ترتيب وتعقيب، أي معنى عقب دخول الطالب دخل المعلم. أيضا ثم، وثم هنا للترتيب مع التراخي المهملة، هذه فائدتها. انظر لهذا المثال، دخل الطالب ثم المعلم، كلا الطالب والمعلم دخل، إلا أن الطالب دخل أولا وبعد، انظر هنا ترتيب، وبعد مدة، وليست بسرعة، وليس عقبه مباشرة، إنما مع التراخي دخل المعلم. إذن يفيد هذا بأن كليهما دخل، إلا أن الطالب دخل أولا وبعد مدة دخل المعلم وليس عقبه مباشرة. أحسنت. إذن الواو الفاء ثم من حروف العطف. أيضا تعلمت أن يسمى ما قبل حرف العطف معطوفا عليه. الاسم الذي يسبق حرف العطف نسميه معطوفا عليه، وما بعده معطوفا، أي ما يقع بعد حرف العطف نسميه معطوفا. إذن ما قبل حرف العطف يسمى معطوفا، وما بعده يسمى، ما قبل حرف العطف يسمى معطوفا عليه، وما بعده يسمى معطوفا. أعيد، يسمى ما قبل حرف العطف معطوفا عليه، وما بعده معطوفا. انظر لهذا المثال،
أحضر الطالب الكتاب والقلم. حرف العطف هو الواو، حرف العطف هو الواو، والاسم الذي قبله الكتاب فهذا هو المعطوف عليه، والاسم الذي بعده هو القلم فهذا هو المعطوف. إذن ما قبل حرف العطف الكتاب يسمى معطوفا عليه، وما بعده يسمى معطوفا. احسنت. أيضا تعلمت أن يتبع المعطوف المعطوف عليه في الحركة الإعرابية، المعطوف يتبع المعطوف عليه في الحركة الإعرابية. انظر لهذا المثال: أحضر الطالب الكتاب والقلم. انظر المعطوف هنا، المعطوف عليه هنا الكتاب مفعول به منصوب، فالحالة الإعرابية أنه منصوب وحركته الفتحة الظاهرة على آخره، لذلك كان المعطوف القلم تابعا للمعطوف عليه، فهو أيضا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن المعطوف اللي هو القلم يتبع المعطوف عليه الكتاب في الحركة الإعرابية، فهذا منصوب بالفتح وهذا أيضا منصوب بالفتح. أحسنت. الآن أيها الطالب الكريم انتقل لكتاب النشاط لأنجز النشاط رقم 2 صفحة 74. النشاط رقم 2 صفحة 74. السؤال: أضع في الفراغ معطوفا مناسبا وأضبط آخره بالشكل. انظر هنا أيها الطالب الكريم مجموعة من التفاحات بها أسماء أو كلمات هي كلها معطوف، هي كلها معطوف، فكلمة الربع، المأموم، التنفيذ، الأموال، هذه هي الكلمات كلها لم تضبط بالشكل، لذا سنضع هذه الكلمات في هذا الفراغ مع ضبطها، أو في هذه الفراغات مع ضبطها بالشكل، وهذا يعتمد على موقع وحركة المعطوف عليه. نأتي إلى الجملة الأولى: العمل المنظم يبدأ بالتخطيط ثم. لاحظ أن المعطوف هنا لابد أن يكون تابعا للمعطوف عليه، المعطوف عليه هنا مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره، إذن لابد للكلمة التي سأختارها أن تكون معطوفة وحالتها الإعرابية الجر. انظر: العمل المنظم يبدأ بالتخطيط ثم. هل أقول الربع أم المأموم أم التنفيذ أم الأموال؟ أحسنت، التنفيذ، ممتاز. وانظر هنا المعطوف يتبع المعطوف عليه بالتخطيط، فكلمة التنفيذ معطوف مجرور، لماذا؟ لأن المعطوف عليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، لذا أتى المعطوف التنفيذ مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. نأتي للجملة التي تليه: في الصلاة يركع الإمام ف. انظر الإمام هنا حالتها الرفع والعلامة الضم الظاهر على آخره، إذن لابد للمعطوف أن يكون أيضا مرفوعا، فماذا تختار من هذه الكلمات؟ هل أقول الربع أم المأموم أم الأموال؟ ها، لاحظ أنه لابد أن يكون مرفوعا، إذن أقول في الصلاة يركع الإمام. أحسنت، فالمأموم، فالمأموم، ولاحظ أن كلمة المأموم المعطوف هنا أتت مرفوعة، لماذا؟ لأن المعطوف عليه أيضا مرفوع والعلامة الضمة الظاهرة على آخره. الجملة التي تليها: رجل الأمن يحافظ على سلامة الناس. لاحظ أن المعطوف عليه كلمة الناس، وأيضا هي مجرورة بالكسر، إذن لابد للمعطوف أن يكون أيضا مجرورا. طيب ماذا أختار؟ هل أختار الربع أم الأموال؟ ها، رجل الأمن يحافظ على ماذا؟ أحسنت، على سلامة الناس والأموال، ولاحظ أن المعطوف هنا مجرور بالكسر، لأن المعطوف عليه الناس مجرور بالكسر أيضا، ولأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. أحسنت. الجملة الأخيرة: كانت الساعة تشير إلى الواحدة و. ها، ماذا نختار؟ أحسنت، والربع، ممتاز. وانظر إلى حالة الربع هنا وهي الجر، لأن الاسم أو المعطوف عليه أيضا مجرور، وكلمة الواحدة سبق بحرف الجر يا، لذلك أقول الواحدة مجرور بالكسر،
لذلك لابد أن يكون المعطوف أيضا مجرور والعلامة الكسرة الظاهرة على آخره، فأقول الربعي. أحسنت. الآن أيها الطالب الكريم انتقل لكتاب النشاط لأنجز النشاط رقم 3 صفحة 74. أجعل كل كلمة مما يأتي معطوفا وأضبط آخرها بالشكل. انظر كلمة المسمار، المنشار، المطرقة، المحراث. هذه كلمات أريد أن أضعها في موقع المعطوف، إذن أريدها معطوفا. فماذا أقول في كلمة المسمار؟ هل تستطيع أن تضعها في جملة؟ أحسنت. استخدم النجار المطرقة والمسمار. انظر المسمار هنا معطوف لأنه سبق بحرف العطف الواو، والمطرقة هو المعطوف عليه. أحسنت. أيضا الجملة التي تليها المنشار، ها، أو الكلمة التي تليها المنشار، هل تستطيع أن تضعها في جملة؟ أحسنت. يحتاج النجار إلى الأخشاب والمنشار. أحسنت. وانظر هنا المنشار المعطوف لأنه سبق بحرف العطف الواو، وقبله الأخشاب والمعطوف عليه. وانظر الأخشاب حالته الإعرابية الجر بالكسر، لذلك كان المعطوف المنشار الجر حالته الإعرابية الجر بالكسر. أحسنت. الكلمة التي تليها المطرقة، ها، أريد أن أضعها في جملة، على أن تكون المطرقة معطوفا، ماذا أقول؟ أحسنت. من أدوات النجار المسمار والمطرقة. انظر المطرقة معطوف لأنها سبقت بحرف العطف الواو، والمسمار هنا في حالة الرفع، إذا لابد المطرقة أن تكون في حالة الرفع، فأقول والمطرقة مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة على آخره. أحسنت. الكلمة التي تليها المحراث، ها، أضعها في جملة، ماذا أقول؟ أحسنت. يستخدم المزارع المعول ثم المحراث. وانظر لكلمة المحراث هنا معطوف، لماذا؟ لأنه سبق بحرف العطف ثم، وما قبل حرف العطف اللي هو المعطوف عليه المعول، المعول هنا هو معطوف عليه، لذلك كان والمعول والمعول في محل نصب وعلامته الفتحة الظاهرة، إذن لابد للمحراث اللي هو المعطوف أن يكون أيضا منصوبا، وانظر لعلامته هنا الفتحة الظاهرة على آخره، إذن المحراث هنا معطوف لأنه سبق بحرف العطف ثم. أحسنت. الآن أيها الطالب الكريم انتقل لكتاب النشاط لأنجز النشاط رقم 4 صفحة 75. النشاط رقم 4 صفحة 75. ألف، أقرأ القطعة. باء، أصنف أساليب العطف الملونة على وفق الجدول. جيم، أضبط آخر المعطوب بالحركة المناسبة. هنا فقرة سأقوم بقراءتها وهي عبارة عن قصة قصيرة، سأقوم بقراءتها. أولا، خرج الفلاح وزوجته مبكرين إلى مزرعتهما، ثم تبعهما ابناهما سالم فسعيد، وحمل كل واحد منهما جزءا من طعام الفطور، ثم لحقت بهما أختهما فاطمة. وبعد أن تناولوا طعام الفطور طلب والدهم منهم مساعدته في قطف بعض الفواكه، فقال: ماذا تريدان أن تقطفا؟ قال: نقطف التفاح ثم الرمان، وأمي وفاطمة تقومان بتنظيف الفاكهة وتعبئتها في الصناديق. فاتفق الجميع على ذلك في سعادة وفرح. في المقطع الأول من هذه القصة أيها الطالب الكريم أريد أن أحدد المعطوف والمعطوف عليه وحرف العطف في كلا الكلمات، في كل الكلمات الملونة باللون الأزرق. فانظر لكلمة الفلاح وزوجته، هنا فيه عطف، يوجد هنا عطف، لكن أريد أن أحدد المعطوف عليه وحرف العطف والمعطوف. فأين المعطوف عليه في كلمة أو في جملة الفلاح وزوجته؟ أحسنت. الفلاح، ممتاز.
طيب وحرف العطف هو أحسنت الواو، والمعطوف هو زوجته. وانظر إلى أن الفلاح هنا في موقع الرفع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره، أتت أيضا زوجته أيضا هنا انظر في محل الرفع بالضم أحسنت. نأتي الكلمة التي تليها سالم فسعيد، ها هنا كلمتين ملونتين سالم فسعيد، أين المعطوف عليه وأين حرف العطف وأين المعطوف؟ أحسنت المعطوف عليه سالم، ممتاز. وحرف العطف هو أحسنت الفاء أحسنت، والمعطوف هو سعيد، ممتاز. وانظر إلى سعيد سالم هنا حالته الرفع، فكان لابد لسعيد أن يكون حالته الرفع أيضا، فهنا سالم مرفوع بالضم وهنا سعيد مرفوع بالضم على آخره أحسنت. نأتي المقطع الثاني، يوجد به مجموعة من الكلمات أو الجملتين اللتين لونتا باللون أزرق، فكلمة التفاحة ثم الرمان، أي من هذه الكلمات معطوف وأي منها حرف عطف وأي منها معطوف؟ أحسنت المعطوف عليه التفاح، ممتاز. وحرف العطف هو ثم، ممتاز أحسنت. وأيضا المعطوف هو الرمان، ممتاز. وانظر أيها الطالب الكريم، التفاح هنا في موقع النصب، فهنا منصوب من فتحة الظاهرة، وأيضا الرمان يتبعه، فقلنا هنا أن المعطوف بالنصب والحركة هي الفتحة، فهنا النصب بالفتحة لأن المعطوف عليه التفاح منصوب بالفتحة أحسنت. الجملة التي تليها في سعادة وفرح، ها أحسنت المعطوف عليه سعادة، ممتاز. حرف العطف الواو، ممتاز. المعطوف فرح، أحسنت أحسنت. إذن هنا المعطوف سعادة، حرف العطف الواو، المعطوف فرح. وانظر لسعادة هنا أتت في محل الجر بحرف الجر قبلها في، فهنا مجرورة وعلامة الجر الكسر، إذن لابد للمعطوف فرح أن يكون أيضا مجرور، وعلامته كما يظهر أمامك هو الكسر، فأقول سعادة مجرور بالكسر، ولا بد أن أقول فرح مجرور بالكسر أيضا، لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه أحسنت. تقويم، من خلال ما تعلمت أختار الكلمة الصحيحة في جملة كان الشاب طفلا ثم صبيا، أحدد المعطوف في هذه الجملة، هل هو طفلا أم الشاب أم صبيا؟ ها كان الشاب طفلا ثم صبيا، أين حرف العطف؟ حرف العطف هنا هو ثم، إذن سيكون المعطوف هو كلمة أحسنت صبيا، ما بعد حرف العطف قلنا هو المعطوف، إذن صبيا هنا هو المعطوف أحسنت. تعلمنا في درسنا اليوم الدرس اللغوي المعطوف بالواو الفاء ثم، تعلمنا الوظيفة تعلمنا في هذا الدرس الوظيفة النحوية المعطوف بالواو والفاء وثم، أن من حروف العطف الواو وتفيد المشاركة، والفاء للترتيب والتعقيب السرعة، وثم للترتيب مع التراخي المهملة، وأيضا يتبع المعطوف المعطوف عليه في الحركة العربية، وأيضا يسمى ما قبل حرف العطف معطوفا عليه وما بعده معطوفا. مراجعنا كانت كتاب الطالب، كتاب المعلم، التطبيق النحوي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.